أيها الأصدقاء، سنتحدث إليكم عن الأمور التي حدثت منذ البداية لكي تعرفوا صحة التعليم والحق الذي أتى به يسوع المسيح. في أيام أغسطس قيصر إمبراطور روما، لما كان هيرودس الكبير ملكاً على اليهودية، أرسل الله جبرائيل الملاك إلى عذراء في مدينة الناصرة، وكان اسم العذراء مريم. لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابناً وتسمينه يسوع. كيف يكون هذا؟ أنا عذراء. الروح القدس يحل عليك، فلذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله، ولن يكون لملكه نهاية. فذهبت مريم لزيارة قريبتها التي حملت هي أيضاً طفلاً بمعجزة إلهية. إليصابات! مريم! نسيبتي مريم! مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك. حين سمعت صوت سلامك ارتقد الجنين بابتهاج في بطني. تعظم نفسي الرب إلهي، وتبتهج روحي بالله القدير مخلصي، فهو ذا منذ الآن جميع الأجيال تباركني. ليكن معلوماً لديكم يا جميع سكان الناصرة أنه بأمر أغسطس قيصر سيتم إحصاء جميع سكان منطقتي الجليل واليهودية، وعلى كل واحد أن يسجل في القرية أو المدينة التي ينتسب إليها. فذهبت مريم إلى بيت لحم في اليهودية لتسجل مع يوسف خطيبها. لكنهما لم يجدا مكانا لهما في بيت لحم سوى حظيرة وضيعة. وكان في تلك المنطقة رعاة يحرسون قطعان أغنامهم ليلا، وإذا ملاك الرب ظهر لهم ومجد الرب أضاء حولهم. ولد لكم هذا اليوم في مدينة داود مخلص، هو المسيح الرب. فجاء الرعاة مسرعين ليروا الطفل المولود المضجع في المذود، فكانوا أول من نشر الإنجيل، أي الأخبار السارة عن الأم العذراء وعن مولد المخلص. وبعد أسبوع